السلام عليكم. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، أنا دلوقتي عايزة أسأل سؤال. اتفضلي اسألي السؤال. عندي مشكلة إن أنا يعني حاسة إن أنا عايزة أروح لدكتور نفساني عشان أنا تعبانة نفسيا، فهو لا ده لا لا حلال ولا تذهبي، حرام ولا أنا؟ ألقي نفسك ولا تذهبي. نعم، أنا أنصحك تلقي نفسك ولا تذهبي. أنا حاسة إني تعبانة نفسيا أوي الفترة طيب، دي. وتعبان نفسيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده وجهة نظري يعني. يعني بتعملي ايه يعني؟ بتحدفي بالطوب زي ما يقولون؟ لا، بس على طول بعيط وحياتي حاسة تعيسة ومستعيدة مع اني بصلي في دايما. أسباب للبكاء ولا ما في؟ نعم، في أسباب للبكاء؟ لا، هو بلاقي نفسي من غير سبب كده على طول حزينة ومتعصبة على أي حاجة تافهة، وأقعد أزعق طول اليوم في البيت وأتعصب على أي حاجة تافهة. عندك أولاد صغار وبنات صغار؟ لا، أنا عندي 19 سنة، أنا قريبة في الكلية. لا، أكثري من ذكر الله وصادقي الصالحات. أنا بعد عن كل أصدقائي دلوقتي مش نعم، بكلم أي حد. لا الصالحات، صديقي الصالحات يذكرونك بالله. تمام، ابتعد عن في مهم. المتبرجات، نعم، يا ابتعد عن المتبرجات، لكن أنا أخشى بس تذهبي لطبيب. ايوه صح، مع حضرتك حق، انا بعدت عنهم كلهم، أحسنت، انا من دلوقتي مع نفسي. خليكي مع الله ثم الصالحات. الله يبارك فيك.